مسيرتي، أولا أنا خريجة جامعة القاهرة. بديت العمل كأخصائية نفسية كلينيكية في مؤسسة حمل الطبية من 2003، وما زلت إلى الآن مستمرة في هذا العمل في خلال 12 سنة حاليا. تعتبر عملي خلاني أشوف جميع يعني أشكال الناس كأنهم مثل ألوان قوس قزح. أنا أشبههم بهذا التشبيه. كل إنسان له كان بصمة في حياتي بصراحة، سواء كان مريض أو طبيب، نيرس. عملي مع كل فئات المجتمع خلتني أشوف الحياة بشكل ثاني بصراحة. القبول، كيف تتقبل الآخر بكل يعني بكيانه، باختلافه معك، اختلافه في الرأي، في المعتقد، في الأفكار، بكل شيء بصراحة. احترام، كيف تحترم الآخر وتقدر أن هذا المختلف عنك مش عدو لك ولا عدو لأفكارك أو آرائك، وتستطيع أن تعيش معه بسلام بصراحة. هاي اللي أنا كأخصائي نفسي كلينيكي وجدته. بعد الدراسة طبعا كان عندي طموح استكمال الدراسة، ولكن استوقفتني بعض الأجزاء من حياتي، ولكن هذا ما يمنع أن أنا ما زلت مستمرية على أن أنا أكمل هاي المسيرة هذه. اللي استوقفني عن استكمال الدراسة هو وجود بنتي، هي من ذوي الاحتياجات الخاصة، سباين بيفيدا تشايلد، حمدة. ولكن أنا ما أعتبر استوقف، أعتبرها هي محطة رائعة في حياتي بصراحة. علمتني معنى الصبر، علمتني معنى أن أنا كيف أكون مقاتلة، محاربة للشيء أنا مؤمنة فيه. I believe in it. كل شيء معها ما كان شيء سهل، ولكن كان ممتع. كان فيها لذة لما أنت تنجح في أن أنت مثلا تدخلها مدرسة كانت ترفضها، تدخلها مثلا رياضة يقول لك مستحيل أن هي تدخلها. يعني دخلنا أمور كثيرة في حياتي معها، فأعتبرها جزء مهم في حياتي، وهي محتاجتني وأنا أيضا محتاجتها في هذا الوقت. Now في هذا الوقت وخاصة في عمري الآن، أنا أعتبر حمدة أضافت لي شيء كبير كبير في حياتي، وجزء شكل أميرة كإنسان، أميرة كأخصائي نفسي يتعامل مع بشر. ما في شيء اسمه مستحيل. أنا قالوا لي بنتك راح تكون على ويلتشير. قلت لهم بنتي ما راح تكون على ويلتشير، بنتي راح تمشي، هي راح تمشي، هي تبي تمشي. ومشت، أي نعم ببريسز، لكنها مشت وترقص وتغني، ترقص للعالم وتغني للعالم. الناس أحيانا يشوفونها وهي ترقص وتغني وما تخجل، ما تخجل من إن عندها إعاقة ولا شيء، عندها الأمر عادي وتبتسم رغم وجود الألم، في عز الألم تبتسم. فهي علمني أشياء كثيرة. الدافع أولا شخصي كإنسان لازم يطور من نفسه، وثانيا كنفع البشرية. أقدر أنفع إنسان إذا أنا شخص منتج، شخص إحنا استخلفنا في هاي الأرض. كيف الخلافة في هاي الأرض؟ بعمل شيء صالح، شيء نبيل، تجعل بصمتك مو شرط للعالم كله، ولكن مجرد لفرد واحد هذا شيء كبير. تغير من حياة فرد تعبان حزين، تجعل البسمة في حياته والأمل، تعطيه الأمل. هذا الأمل شيء ما يقدر أي حد يعطيك إياه إلا اللي كان مؤمن فيه وموجود فيه. السبورت يكون من الداخل، هي تحتاج قوتها من الداخل. إذا آمنت بقدرتها تستطيع أن تجعل الآخر يؤمن بهذه القدرة، مثل ما أنا آمنت بقدرة بنتي. للنساء أنا أوجه كلمتي أولاً للأمهات، أياً كانت بنتك أو ولدك، ثقي فيه وأعطيه محبتك، هذا هو الدافع الأكبر. لأجيال المستقبل أولهم بنتي، أنا أقول لها go ahead، ما في شيء يوقفك، ما في، وما في شيء اسمه مستحيل، ولا تيأسين. المرأة الخارجية يعني في سباق، لكن لازم تراعي شيئين، وهذا الشيئين لمصلحتها هي. هي من وين جات لازم تعرف هذا الشيء وتكون فخورة فيه. كل ما كنت فخورة بجذورك استطعتي أن تكوني مثل النخلة بكبرياها بشموخها. أنا أشبهها بهذا الشكل.
أكيد في تغيير قاعد يصير. يعني إحنا أول في بعض الوظائف كنا لا نشاهد فيها النساء، والآن النساء لهم بصمتهم، لهم تواجدهم، غيروا كثير من معالم المجتمع بشكل أفضل، وأنا أتمنى أن هذا الشيء يستمر. أكيد نحن قادرات، بكل تأكيد، ما في شيء يمنعنا، كل ما كنا متماسكين متعاضدين رح نقدر، متفككين رح نتعب ونضعف.